احنا بدورنا كنهنوا البلاد ديالنا تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله على شرف تنظيم هذا الحدث العظيم والكبير جدا، واللي كيزكي بحال اللي قالت السيده الوزيره الرياده ديال بلادنا في تنظيم هذه اللقاءات الكبيره والمؤتمرات الدوليه، كيف ما كان الحجم ديالها وكيف ما كان الموضوع ديالها وفين ما كانت في اي مكان في المغرب وفي اي زمان. وحنا تبعنا باهتمام المراحل ديال هاد الاستعدادات، ومنها الزياره اللي قامت بها السيده المديره العامه لصندوق النقد الدولي والتصريحات ديالها اللي اشادت فيها بالاستعدادات اللي كتقوم بها بلادنا لهذا الاستقبال هذا الحدث. وحنا لابد ما نشكركم السيده الوزيره، لانه حنا كنعرفوا بانكم تشرفون ايضا على جوانب هاد التنظيم، وكنشكروا جميع الجهات اللي كتدخل في هاد التنظيم، واللي ذكرتوا بانه راه تشكل كاينه واحد اللجنه ديال القياده في هذا الاطار. وكنشكروا الانخراط ديال الحكومه، والزياره ديال السيد رئيس الحكومه البارح والاجتماع اللي انعقدوا في هذا الاطار كان مهم جدا، لانه كيبين بانه بلادنا راه جاده ومجده في تنظيم هاد اللقاء.